أعزائي المشاهدين، تحدثنا فيما مضى عن تردي الأحوال الاجتماعية والاقتصادية في العراق في الفترة التي أعقبت الاحتلال المغولي، وقلنا بأن هذه الأحوال كانت يعني سيئة إلى حد كبير. كانت المدينة العراقية مهددة على الدوام بكوارث بشرية تتمثل بالغزاة وما أكثرهم وما أبطشهم، وبالكوارث الطبيعية من الغرق والأوبئة المستمرة وغير ذلك. ونود أن نقول بأن منذ بداية القرن الثامن عشر حقيقة بدأ شيء من النهوض يعني يصيب المدينة العراقية. يعني استطاع الإنسان العراقي بمجرد استتباب حد أدنى من الأمن، في مطلع القرن الثامن عشر تأسست أول حكومة قوية نسبيا في بغداد، ضمت إليها البصرة وضمت إليها منطقة شهر الزور ومناطق أخرى. هذه الحكومة هي التي أسسها والي بغداد حسن باشا، ثم جاء ابنه أحمد باشا، ثم أسس هذان الرجلان القويان الكفؤان بلا شك نظاما غريبا ربما نستغربه اليوم، وهو نظام المماليك. ونظام المماليك تحدثنا عنه سابقا، ولكن باختصار نقول هؤلاء أسسوا نظاما من يعني أشخاص تم تدريبهم أطفالا على الحياة العسكرية والحياة المدنية، يعني الخبرات الإدارية، فشكلوا حكومة دامت نحو 80 سنة، سقطت في عام 1831. يعني من 1700 جاء حسن باشا، النظام المماليك تأسس 1750، سقط النظام في 1781. يعني شغل هؤلاء تقريبا القرن الثامن عشر والثلث الأول من القرن التاسع عشر. هذه الفترة كانت فترة نهوض نسبيا في الكثير من المدن ويعني من جوانب الحياة في العراق. لا نقول أنها أصبحت يعني كما كانت في العصور السابقة في العصور العباسية، ولكن بالتأكيد كانت أفضل مما كانت عليه في القرن السابع عشر أو في القرن السادس عشر والخامس عشر، يعني بحسب تعاقب العصور. ولهذا النهوض أسباب، ولهذا النهوض أسباب سنذكر بعضها. قاسمها المشترك يعني ما هي المتغيرات؟ ظلت الأنهار هي معرضة وتعرض المدن للغرق، ظلت الطرق مخطرة، ظل الشيء الذي والأوبئة. الشيء الذي تغير لا شك أن القاسم المشترك في كل هذه المتغيرات هو الإنسان العراقي لا أكثر ولا أقل. وإلا ما الذي تغير؟ حينما تأسست حكومة استطاعت أن تفرض شيء من الأمن في طرق التجارة ازدهرت التجارة، وبازدهار التجارة ازدهرت طبقة التجار. طبقة التجار كانت سبباً لجلب المال، لجلب الثروة إلى المدن. حينما زادت الثروة في المدن أسست المنشآت المدنية، مدارس، يعني منشآت أخرى، ازدهرت المدن، أسواق أصبحت الأموال كانت تدفع المستثمرين إلى استثمار هذه الأموال أو إعادة استثمارها في مجالات مختلفة، فازدهرت تلك المجالات، إنشاء الخانات، إنشاء الدكاكين، حتى إنشاء المقاهي، إنشاء كل ما يمكن أن يدر مالا، وبالتالي المدن استعادت شيئا من عافيتها. بدأت الحياة تأخذ يعني متغيرا مهما في هذا العصر. منذ مطلع القرن الثامن عشر بدأ شيء من التحسن ومن التغير يصيب المدينة العراقية بعد قرون من الإهمال ومن الضعف. باستعادة كلما استعادت المدينة شيئا من ثقلها أدى هذا إلى ازدهار الحياة في البلاد عامة. المدينة هي بوتقة الحياة الاجتماعية، بوتقة الحياة الثقافية. نعم كانت هناك يعني مظاهر
يعني لازدهار ما في هنا أو هناك، ولكن طلت المدينة، هي بوتقت هذه الحياة لا شك في ذلك. ما هي عوامل نهوض المدينة العراقية في هذه الفترة يعني هذه في ظل هذه المنعطفات الصعبة التي مر بها العراق؟ ما هو سبب هذا النهوض؟ يعني لا شك أن يعني استعادة الإدارة، تشكيل حكومات قوية نسبيا، كان سببا في هذا الازدهار. العراق كان يفتقر إلى حكومة قوية في تلك العصور السابقة، يفتقر. الولاة كانوا يأتون ويعزلون ويذهبون وينقلون إلى مناطق أخرى، لم يكن أحد منهم مهتما بترقية شؤون المدينة ولا أقول البلاد. نعم، بعض الولاة كانوا ينشئون مساجد هنا أو يعمرون بعض المرافق الدينية، ولكن عدا هذه المسألة لم يكن ثمة اهتمام بالارتقاء بمستوى الحياة، بمستوى الحياة الاقتصادية، لم يكن ثمة اهتمام بهذا. هو الوالد يعني يأتي لمدة سنة ويعزل، أو بالزايد سنتين ويعزل أو ينقل إلى مكان آخر، وهذا هو ديدن النظام الحكم العثماني، أن لا تبقي واليا في مدينة إلا لفترة محدودة لا تزيد على سنتين في أكثر تقدير. فطبيعي هؤلاء الولاة قصر مدد حكمهم لم تكن تسمح لهم بالقيام بمشاريع ذات أمد طويل أو ذات نفس طويل كما نقول اليوم. كانت مشاريعهم محدودة وتقتصر على هذه السنة التي كانوا يقضونها في هذه المدينة أو تلك. فإذا يعني أحد العوامل كان هو تأسيس أول حكومة قوية تمثلت بحكومة حسن باشا وأحمد باشا، ثم بحكومة المماليك هذه في بغداد، ثم ضم البصرة إلى بغداد في ظل إدارة واحدة، كان سببا مهما في قوة الإدارة، في بسط شيء من الأمن، من السيطرة على القسم الجنوبي من العراق. يعني في السابق في مطلع العصر العثماني كانت البصرة تدور في فلكها وبغداد في فلك آخر، وكله يعني العراق قسم إلى أربع ولايات عثمانية. لكن منذ مطلع القرن الثامن عشر بدأت سياسة تجميع هذه أو يعني توحيد هذه الولايات في ظل سيطرة أو ظل مركزية بغداد. هذا كان أمرا مهما جدا، أتى بجوانب إيجابية، أتى بشيء كثير من الإيجابية على مجمل الحياة في أنحاء العراق. لأن البصرة كانت مثلا كانت عملها العثمانيون أولا كأنها مدينة يعني خليجية لا ترتبط بغير الخليج، ولكن حينما أصبحت، نعم هي مدينة تقع على الخليج بالتأكيد، وهي ميناء مهم من موانئ هذا المجرى الملاحي والتجاري العظيم، ولكن حينما ربطت في مطلع القرن الثامن عشر بمدينة بغداد زاد ثقلها في الحياة العامة، بل حتى في تجاراتها في الخليج نفسه. كانت بداية توحيد العراق بداية لنهوض العراق من ذلك المنحدر الذي وصل إليه في القرون السابقة. العثمانيون في البدء لم يغيروا من الوضع الذي وجدوا عليه العراق، يعني اعترفوا بكل الأمور، في كل سلبيات الموجودة، لم يرتقوا بالمستوى الاجتماعي للمدينة العراقية. يعني حتى حينما نقرأ في السجلات العثمانية نقرأ، يعني حينما توصف مدينة بغداد توصف قلعة بغداد، الموصل قلعة الموصل، واضح أن النظرة إلى هذه المدن ليس باعتبارها مراكز مدنية ولكن مراكز عسكرية، يمكن أن تكون قلاعا، نعم تجمع فيها الضرائب، نعم تمثل سيادة الدولة، ولكن لم تعد في الفترات السابقة مراكز مدنية.
اعترفوا بسيادة الاتحادات القبلية في موجودة في شمال الفرات في الإمارات الكردية، يعني اعترفوا بسيادتها في نواحيها ولم يغيروا من هذه الأوضاع يعني في العراق. لكن منذ مطلع القرن الثامن عشر بدأ شيء من التغيير يحدث في بعض أنحاء العراق، ليس في كله. ربطت البصرة بمدينة بغداد، فأدى هذا إلى تحسن الطرق بين بغداد والبصرة، وأصبح هناك يعني بعض الازدهار التجاري في هذه المدينة، وأدى هذا طبعا إلى نمو في كثير من مجالاتها الثقافية الاجتماعية الاقتصادية إلى آخره. من الأمور المهمة يعني في الجانب الإداري مثلا إنشاء مدينة السليمانية. إنشاء مدينة السليمانية كان نتيجة قوة العامل الإداري، لأنه احتيج إلى مدينة يمكن أن تكون مركزا إداريا يضبط شؤون منطقة مهمة في شهرزور، في نواحي شهرزور، في نواحي كردستان الجنوبية. فأنشأت الأسرة البابانية مدينة السليمانية في نهايات القرن الثامن عشر لتصبح مدينة يعني جديدة تضاف إلى مدن البلاد، وتتحول بسرعة فائقة إلى حاضرة مهمة ومركزا ليس إداريا فحسب، ولكن مركزا تجاريا ومركزا ثقافيا، وأصبح لها شأن كبير. مثلا من المناطق التي مدينة الكوت. الكوت كانت يعني قبل هذا التاريخ كانت قرية، واسم الكوت كما يقال اسم هندي يطلق على القلعة، يعني أيضا كانت قلعة تحيط بها الأكواخ. ولكن في مطلع القرن الثامن عشر وبدأت المدينة يعني تمر بمرحلة انتقال في نهايات القرن الثامن عشر، حصنت المدينة وأصبحت مدينة يعني تمر بها السفن وطريق الملاحي بين بغداد والبصرة، كذلك مدينة العمارة. هذه المدينة يعني حديثة التكون في العهد العثماني، ولكن سرعان ما نمت لتغدو مركزا مهما تموينيا ومركزا لحماية وإدارة المناطق المجاورة لها، فأصبحت لدينا مدينة أخرى. المؤرخون يعني لا ما كانوا يميزون بين المدن وبين القرى، لأنهم لم يكونوا يقدرون أرقام، يعني لا يذكرون أرقام السكان، لا نعرف. ولكن البيانات التي نملكها متعددة المصادر تبين أن نموا أصبح يمكن أن يلاحظ بسهولة على المدن وعلى حتى على البلدات، التي يعني مدينة النجف زاد عدد سكانها 10 أضعاف ما كانت عليه في القرن السابع عشر، هذا شيء مهم. مدينة البصرة كان عدد سكانها في القرن السابع عشر لا يتجاوز على قول بعض الرحالين 40,000 وربما أقل، لكنها في الفترة اللاحقة تزايد هذا العدد حتى بلغ يعني ضعف هذا الرقم، بعضهم يقول وصل 100,000 ولكن هذا رقم مبالغ به، ربما وصل عددهم إلى نحو 60,000، لا نتصور أن هذا العدد قليل في ذلك العصر وسط الطواعين والأوبئة، كان هذا العدد ليس قليلا. مدينة بغداد كان يقدر عدد سكانها بنحو 50,000، يعني عدد ليس بكبير تماما إذا قورنا بالبصرة مثلا، ولكن زاد هذا العدد حتى وصل 80,000 نسمة خلال وقت ليس بالطويل. مدينة الموصل عدد سكانها لم يتجاوز 30 أو 40 نسمة، بلغ بعد حين نحو 50 أو 60 نسمة. إذن المدينة في داخلها، المدينة العراقية في داخلها بدأت تنمو، عدد السكان بدأ يتزايد. طبعا زيادة عدد السكان يعني أيضا
يعني ازدهار الحرف والمهن التي يتعيش عليها أولئك السكان التي كانت مصدر رزق لهم. وبالتالي يعني المدن التي اضمحل نشاطها الاقتصادي أخذ هذا النشاط يتنوع بمهن وحرف جديدة أو بنمو لتلك الحرف وبأشياء أخرى ربما سيكون لنا مجال في الحديث عنها فيما يتعلق بازدهار الحركة الاقتصادية. إذن كان واحد من العوامل هو العامل الإداري ولا شك في ذلك. على سبيل المثال يعني مدينة الحسكة أو بلدة الحسكة التي كانت يعني في مكان قريب من مدينة الديوانية اليوم، كانت الديوانية نشأت كمضيف ديوانية لقبيلة الخزاعل، لكن في بداية عهد المماليك أسس المماليك إدارة جديدة لهم في قريبة من هذه الديوانية، وأصبح لهم ضابط يعني حاكم عسكري في هذه المنطقة يشرف على شؤونها، فازدهرت يعني الإدارة كان سبباً في نمو وفي نشأة وفي تطور هذه المدينة، مدينة الكوت، مدينة الحلة أيضاً كانت يعني شهدت ازدهاراً واضحاً في عهد المماليك في القرن 18، وحتى أصبحت مقصداً لكثير من الذين وجدوا فيها مجالاً للعيش، يعني عاشوا فيها بل كونوا محلات يعني نسبت إليهم. أقوام كثيرة هاجروا إلى مدينة الحلة. الحلة مدينة يعني كانت مدينة تستقبل الهجرات وكانت لها يعني مجالات يعني نمت في ظلها تلك الهجرات واستقرت وشكلت محلات قائمة بذاتها وتطورت المدينة بهم. يعني هذه المدن، وأصبح هناك ضابط أيضا حاكم عسكري تابع لبغداد في مدينة الحلة، وهكذا كان نمو الإدارة وما يتصل بالإدارة من جوانب عسكرية، كل ذلك أدى إلى يعني نمو نوع من المركزية أتت بالضبط وأتت بالازدهار، أثمرت يعني هذا الازدهار في العراق في القرن 18 بعد أن كانت كل مدينة وكل قرية وكل منطقة تعيش في فلكها بعيدا عن هذه المركزية، وبالتالي كانت مهددة بالأخطار، مهددة بمختلف المحن والشدائد دون أن تكون ثمة يعني إدارة مركزية تشرف عليها. هذا كان واحدا من العوامل، النمو الإدارة، ازدهار الإدارة، قوة الإدارة، كان هذا سببا مهما. لكن هناك أسباب أخرى ذكرنا ربما ألمحنا إليها الآن، ازدهار التجارة. التجارة كانت بسبب هذا التباين بين الحياة الريفية وبين ازدهار المدن، أصبح هناك تباين اقتصادي وحضاري، وبالتالي أدى هذا إلى نشوء الأسواق أو نموها. ومع كثرة الأسواق وازدهارها في المدينة العراقية أصبحت مركز استقطاب للذين أصبحوا يهاجرون إلى هذه المدن ليعيشوا أو يعني يتعيشوا من هذا النشاط الاقتصادي الجديد. فنمت المدينة، والأسواق القليلة البائسة التي كنا نقرأ عنها في كتب الرحالين أصبحت أسواق متنوعة وواسعة، وفي القرن خاصة من نصف القرن 18 وفي القرن 19 أصبحت مدينة بغداد لا تستطيع أن تعد كم سوق فيها، عدد كبير من الأسواق المتداخلة والمكتظة بالتجارات والمكتظة بأنواع السلع، وعدد كبير من الخانات، وهكذا الأمر في مدينة الموصل وفي مدن العراق الأخرى.
ازدهار التجارة لم ينمي المدينة العراقية فحسب، وإنما كان سبباً في نشوء مدن أخرى. يعني على سبيل المثال الطرق التجارة، ازدهار طرق التجارة، حالة الأمن النسبي، ولا أقول النسبي لأنه لم يكن ثمة أمن مطلق طبعاً في ظل تلك الظروف، ولكن التحسن النسبي في أمن الطرق أدى إلى يعني إلى انسيابية حركة القوافل في تلك الطرق، وكلما مضت هذه القوافل في طريقها آمنة أدى هذا إلى ازدهار التجارة، لأنها هي تنقل البضائع وما تنتجه المدن من سلع إلى مدن أخرى، فكان السبب في ازدهار الحرف في تلك المدن وفي ازدياد عدد المنتجين في تلك المناطق وإيجاد يعني أسواق لتلك السلع المنتجة. ربما نكمل الحديث عن هذه النواحي في حديث المقبل إن شاء الله.